الدنيا في أصغر من بيضة. جاء رجل إلى الإمام الرضا عليه السلام فقال: هل يقدر ربك أن يجعل السماوات والأرض وما بينهما في بيضة؟ قال عليه السلام: نعم، وفي أصغر من البيضة قد جعل في عينك، وهي أقل من البيضة، لأنك إذا فتحتها عاينت السماء والأرض وما بينهما، ولو شاء لأعماك عنه.